السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. اهلا بجميلات الاميرات اللي كتهتم بالمضافه، ما عليك الا تنضم الى القناه وتتبعي اخر مكان في المضام. فكنتمنى نلقاكم هذا الفيديو في احسن احوالكم. فهنا كما كتشوفوا معايا هذا الموديل اللي جاي بحال هكا بالتنوره، شوفوا معايا هنايا بالنسبه لهذا اللون هذا كيف جا راقي ما شاء الله. ومعنا هذا الموديل هذا اللي جاي مختلف على اللي شفناه من قبل. شوفوا كما كتشوفوا معايا، معايا هنا لا شوميز مع لو بونطالون ديالها. شوفوا معايا اللوية اللي دارت معها في الساك، كي جات غزاله ما شاء الله وانيقه كذلك. وهذا الموديل هذا اللي كتشوفوه معايا حتى هو كذلك مختلف على اللي شفناه من قبل. شوفوا معايا اللوينات وطريقه الخدمه ديال هذه اللبسه هذه. وشوفوا معايا هذا الموديل هذا كيف جا كذلك، جا غزال ما شاء الله. انا الصوره كتقربكم اكثر لهذا الموديل هذا. وشوفوا معايا كذلك هذه اللبسه هذه اللي كتجي مريحه في اللبسه ديالها. شوفوا معايا اللوينات وطريقه الخدمه ديالها. وهذا موديل اخر كذلك، شوفوا معايا طريقه الخدمه واللوينات. وهذا موديل اخر كما كتشوفوه معايا، كيجي انيق ومريح بالنسبه للسيدات المحجبات. هنا كيبقى نفس الموديل فقط الاختلاف في اللون. وهنا كذلك كيبقى عندنا نفس الموديل فقط الاختلاف في اللون، باش تعرفوا على الالوان اللي دارجه هاد السنه. وشوفوا معايا كذلك هاد الغوب هذه كيف جايه وكيفاش مخدومه، طريقه الفصاله ديالها والخدمه ديالها كذلك. فهنا لا فيديو كيقربكم اكثر لهاد البيسات هادو وكيفاش ملبوسين وكذلك كيفاش مخدومين. وشوفوا معايا هاد لونسومبل هذا كيف جا، شوفوا معايا الخدمه ديالها، الخدمه ديالها شوميت كيفاش مخدومه. وهذا موديل اخر اللي جاي مختلف كذلك على اللي شفنا من قبل. شوفوا معايا انا لا شوميز بالتنوره ديالها، شوفوا معايا طريقه الخدمه ديال لا شوميز كيف دايره. وشوفوا معايا كذلك هاد الخدمه هذه كيفاش دايره، كيفاش مخدومه لا شوميز هنايا. وهذا موديل اخر وجديد، شوفوا مع طريقه الخدمه ديالو. وهذا موديل اخر كذلك كما كتشوفوه معايا، شوفوا معايا الخدمه ديالو اللي كنشوفوه مختلف على اللي كنشوفوه من قبل، اللي شفناه من قبل. وهذا موديل اخر كذلك، شوفوا معايا هنا الكاب كيف جا كيف مخدوم واللوين كذلك معايش ملبوس.
وهذا الموديل كذلك اللي جا في هذا اللون هذا الراقي والانيق. فكنتمنى يعجبكم الفيديو، وفعلا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بالضغط على زر اعجاب وبارطاجيو الفيديو هكا باش تعرفوا على اخر ما كاين في الموضة بالنسبة للسيدات المحجبات وكذلك غير المحجبات. شوفوا معي اللبسة كذلك، شوفوها معايا فهي مختلفة على اللي شفنا من قبل، طريقة الخدمة ديالها والفصالة. فهنا الفيديو كيقربكم اكثر لهاد اللبسات هادو. وهنا شوفوا معي في هاد اللبسة اللي جاي في بلو مارين، شوفوا معي الخدمة ديالها كيف جات غزالة ما شاء الله. نمشيو بهذا الموديل هذا ديال لي غوب بالنسبه للسيدات اللي كيعشقوا اللون الاسود. شوفوا معايا هذه الغوب هذه كيفاش مخدومه وكيفاش مفصله كذلك. وهنايا كيبقى عندنا نفس الموديل فقط الاختلاف في اللون. ففي هذا الفيديو هذا كيف عودتكم دائما اخر ما كاين في اللباس التركي. كملوا لا فيديو حتى الاخر هكا باش تعرفوا على اخر ما كاين. ومشيو هاد اللبسة هادي كيما كتشوفوها معايا كذلك جاية مختلفة على اللي شفنا من قبل. شوفوا معايا طريقة الخدمة ديالها بالنسبة للسيدات المحجبات. فكنتمنى لافيديو يعجبكم، فإلا عجبكم لافيديو ما تبخلوش عليا بالضغط على زر اعجاب.